هل إن آلام الثدي ممكن تكون بدايات لسرطان الثدي؟ الحقيقة بنسبة كبيرة جداً لأ، لأن الآلام في الثدي هي عبارة عن أعراض فسيولوجية بتحصل لأي سيدة في مراحل مختلفة من العمر، وفي أغلب الأحيان إن دي ما بتكونش بدايات لأي مشاكل فيما بعد. طب إيه هي العلامات اللي يجب أن أتوجه فيها مباشرة إلى الطبيب المختص؟ اولا ظهور كتله في الثدي، وخصوصا لو كانت ما بتوجعش، وده عكس ما الناس متخيله. يعني الناس بتقلق اكتر لما بتشوف اي كتله فيها الام، ولكن بنحب ان احنا نطمن الناس ان الكتله اللي بيها الام غالبا وفي اغلب الاحيان بتكون علامه جيده. تاني حاجه بيكون لو في اي تغير في شكل الثدي، بمعنى ان في اي احمرار في شكل الثدي، في اي تورم، في اي مشاكل في شكل الثدي انا مش معتاد عليه، لابد من التوجه الى الطبيب المختص. وجود اي افرازات من الحلمه ايا كان لون هذه الافرازات، وجود اي غدد ليمفاويه موجوده تحت الابط، وخصوصا لو ما كانش فيها اي الم. عند ظهور اي من هذه الاعراض فبرجاء التوجه مباشره الى الطبيب المختص. بننصح جميع السيدات بعمل الفحص الذاتي بشكل منتظم، وبالتوجه إلى عمل الزيارة الدورية بشكل منتظم وفقاً لعمر كل سيدة، وما نتأخرش. عايزين نقول لحضراتكم إن كل يوم المراكز اللي بتقدم الخدمة والمستشفيات اللي بتقدم الخدمة هي موجودة يومياً، فياريت ما نكسلش بعد رمضان ونتوجه إن احنا نعمل الفحص والزيارة الدورية بتاعتنا.